بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 13. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع قوله تعالى: ويستفتونك في النساء، إلى قوله تعالى: وكان الله واسعا حكيما. لأننا كنا في الحلقة السابقة قد وقفنا عند هذه الآيات في هذا البرنامج، فنقول وبالله التوفيق. قال الله جل وعلا: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. في هذه الآيات الكريمة مع ما سبقها في مطلع السورة في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قوله سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. بين هذه الآيات وتلك ارتباط وثيق، لأن هذه الآيات وما سبقها في أول السورة فيها أن الله سبحانه وتعالى أمر بإنصاف الضعفاء وإعطائهم حقوقهم وعدم ظلمهم بحكم أنهم لا يدافعون عن أنفسهم، والله سبحانه وتعالى أوصى بهم وحذر من ظلمهم ببخس حقوقهم أو أكل أموالهم. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم، أنه أنصف المظلومين ونصر المستضعفين. في هذه الآيات يقول جل وعلا: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. والاستفتاء يعني سبب نزول هذه الآيات أن جماعة من الصحابة لما قرأوا أول ما نزل في هذه السورة في شأن النساء والأيتام والصغار جعلوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليهم من حقوق هؤلاء، لأنهم رضي الله عنهم يريدون إبراء ذممهم، كما قال تعالى في سورة البقرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح
ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. كانوا في الجاهلية يظلمون هؤلاء الأصناف، يظلمون النساء من زوجات أو غير زوجات، فلا يورثونهن من أقاربهن، ولا ينصفونهن في حقوقهن إذا كن زوجات لهم، وكانوا يظلمون الأيتام فيأكلون أموالهم، وكانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار، ويقولون إنما الميراث لمن ركب الخيل وحمل السلاح وحمى الذمار ودافع عن القبيلة. هكذا حكم الجاهلية. الله سبحانه وتعالى رفع الظلم عن هؤلاء فكفل للزوجات حقوقهن، وكفل للأيتام من البنات والبنين حقوقهم، وورث النساء وورث الصبيان، ورث الذكور والإناث، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر نصيبا مفروضا. وهذا من عدل الإسلام، فرفع الظلم عن النساء وعن المستضعفين من الأيتام والصغار وحمى حقوقهم. وفي هذا رد على من يتهمون الإسلام الآن لأنه ظلم المرأة وأنه هضمها حقوقها لأنه لم يساوها بالرجل فيما لا تستوي فيه المرأة والرجل من شؤون الحياة، فهم في الحقيقة هم الذين ظلموها حيث أعطوها ما ليس لها ووضعوها في مكان لا يليق بها من أمور الرجال. والإسلام هو الذي أنصفها وقام بحفظ حقها. لو كانوا يعلمون. فقوله تعالى ويستفتونك في النساء، الاستفتاء طلب الفتوى، والفتوى هي بيان الحكم الشرعي بدليله. خلاف القضاء فإنه بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، وأما الفتوى فإنها بيان للحكم الشرعي من غير إلزام. فمعنى قوله يستفتونك يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم الحكم الشرعي في النساء فيما أشكل عليهم من شأنهن. يستفتونك، قل الله يفتيكم، يفتيكم في النساء. وهذا فيه شرف الفتوى حيث إن الله تولاها بنفسه، وفيه خطرها، فيه خطر الفتوى مما سنبينه إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.